مواقف داعمة للعراق باجتماعات الأمم المتحدة، وبغداد وباريس تبحثان تفعيل مؤتمر بغداد الثاني. دولة القانون يستبعد تهميش التيار في تشكيل الحكومة، والديمقراطي يؤكد على توحيد المواقف قبل الذهاب للحنانة. في الدجيل مقتل إرهابي خلال صد تعرض لداعش، وإعادة 150 من مخيم الهول إلى الجدعة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفصيلات هذه النشرة، حيث بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي حزمة ملفات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك. الكاظمي وعلى هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول مع ماكرون آفاق التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، والتأكيد على تعزيز التعاون الاقتصادي والتحضير لعقد مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة. في الأثناء التقى الكاظمي مع نظيره الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث ناقشا العلاقات والقضايا الإقليمية. من جانبه أكد وزير الخارجية فؤاد حسين انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية، ويتم تهيئة الظروف لجولة مقبلة. وذكر حسين أن هناك نقاشا على أن تكون الجلسة المقبلة بين الرياض وطهران على مستوى رفيع وأعلى من وزراء الخارجية، مشيرا إلى أن العراق يؤيد المفاوضات النووية ما بين طهران وواشنطن، وأن التوتر يؤثر سلبا في وضع البلاد الداخلي، فيما شدد على سعي بغداد لتطوير علاقاتها مع واشنطن وطهران. إلى ذلك، أكدت المملكة العربية السعودية دعمها لكل ما يضمن أمن واستقرار العراق وشعبه. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الخارجية فيصل بن فرحان استقبل نظيره العراقي فؤاد حسين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد دعم المملكة لكل ما يضمن الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات ومكتسبات العراق وشعبه. كما استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. في إطار الحراك السياسي، رجح ائتلاف دولة القانون مضي الوضع السياسي الراهن نحو التوافق، فيما أشار لأنه لا يمكن بسم الله الرحمن الرحيم التيار الصدري في تشكيل نيابة عن الشعب المنتخبة. عضو الائتلاف وائل الركابي قال أنه لا يوجد اتفاق رسمي على تحديد موعد لجلسة البرلمان، ولم يصدر أي استفزاز من الإطار ضد التيار الصدري بهذا الصدد.
مبينا أن عقد جلسة برلمانية مرهون بإشارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنصاب القانوني. وبين الركابي أن الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة قريبان للإطار في انعقاد جلسات البرلمان. الحزب الديمقراطي الكردستاني أكد أنه مع تفعيل جلسات البرلمان والإصرار على الخروج بمشروع واحد لرئاسة الجمهورية. عضو الديمقراطي ريبن سلام قال إن تحديد موعد الجلسة يحتاج إلى تحضيرات سياسية وأخذ مشورة جميع الأطراف وتوحيد مواقفها من الوفد الثلاثي قبل التوجه إلى الحنانة. ولفت سلام إلى أن من أهم القضايا المثارة للنقاش حاليا هو تعديل قانون الانتخابات وتغيير أعضاء المفوضية. هذا وأكد الحزب الديمقراطي الكردستاني استمرار حواراته مع الاتحاد الوطني بشأن منصب رئيس الجمهورية. وقال عضو الحزب علي الفيلي أن الحوارات على منصب رئيس الجمهورية أحرزت تقدما كبيرا منذ استقبال زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، لافتا لأن الحزبين ليس في عجلة من أمرهما على تسمية رئيس الجمهورية كونهما يريدان أن يصبح عاملا مساعدا في تهيئة الأجواء المثالية أمام الحكومة المقبلة. يكثف الإطار التنسيقي حراكه اتجاه الفرقاء تمهيدا لتشكيل حكومته التوافقية في وقت تدفع معظم القوى السياسية باتجاه إكمال الاستحقاقات الدستورية من جانب وإرضاء الصدر من جانب آخر. لكسر جمود العملية السياسية يكثف الإطار التنسيقي من حراكه تجاه القوى الأخرى، حراك كان آخره اجتماع مرشحي لرئاسة الوزراء محمد الشيع السوداني مع مجموعة من النواب في البرلمان لتبادل الرؤى وطرح البرنامج الوزاري قدموا نحو السلطة التشريعية وأخرى تجاه النجف الأشرف، وما تسعى إليه بعض القوى لحث خطاها في الأيام المقبلة من أجل خطب ود السيد الصدر إزاء حراك تشكيل الحكومة وأعطاء ضمانات تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة. لقاء النجف أو مبادرة النجف أو حوار النجف هو بمعزل عن الحوار الذي جرى بين الكردي والسنة مع الإطار التنسيقي، وإن كان يصب بذات الأهداف اللي هي المضي إلى تشكيل حكومة، يعني هي واحدة من محاولات إقناع السيد الصدر على أنه المرحلة لا تحتمل مزيدا من التصعيد ونمضي إلى مزيد من التفاهمات لتشكيل حكومة، والاتفاقات يعني سوف تحصل على كيفية وشكل المرحلة القادمة. وإذا ما نجحت القوى السياسية في إقناع الصدر فإن ذلك يعني إزاحة لجميع المعرقلات التي أسهمت بأزمة الانسداد السياسي، وهو ما تتحرك لأجله بعض القوى الكردية والسنية التي تنتظر ساعة الصفر لاجتماع الحنانة الذي سيرسم ملامح المرحلة المقبلة أو يفتح أبوابها على سيناريوهات متعددة. كل الأنظار متجهة إلى الحنانة، الكل يعني بأنه كيف يلقون خيوط مشتركة مع الصدر صاحب القوة السياسية الكبيرة من أجل الخروج بمخرج يعني يحفظ مي العملية السياسية برمتها. ولهذا يعني الاتفاق الأفضل والأحسن هو بتقديرنا هو يعني أن يكون هناك اتفاق مسبق ما بين القوى السياسية على ماهية محددات هذه الحكومة. وتدفع بعض القوى السياسية لأن يكون الأسبوع المقبل موعدا لعقد الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وتمرير مرشح رئاسة الوزراء على أن يسبق ذلك جلسة خاصة لشغل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان. خطا إذا ما أتمت القوى السياسية وحسمت أمرها حيال تشكيل الحكومة فإن الأسبوع المقبل بالإمكان أن يشهد عودة لدوران عجلة التشريع. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد. إذا مشاهدينا الكرام الآن سيكون معنا عبر سكايب عضو الإطار التنسيقي السيد سلام حسين. أهلا بك سيد سلام. إذا على ما يبدو بأن ربما هناك إمكانية لزيارة مرتقبة من قبل السيد الحلبوسي وكذلك السيد بارزاني والسيد العامري إلى الحنانة، يعني ما إمكانية
أن تكون هذه الزيارة واقعا وأن تنعكس ربما بالقبول من التيار الصدري؟ تفضل. سيد سلام، إذا تسمعني والصوت واضح بالنسبة إليك. نعم تسمعوني حاج؟ إذا الصوت واضح بالنسبة إليك ووصلك صوتي، سألتك عن إمكانية أن تكون الزيارة الثلاثية التي من المرتقب أن تكون خلال ربما الأيام المقبلة من قبل السيد العامري والسيد الحلبوسي والسيد نجرفان بارزاني إلى الحنانة من أجل حل الأزمة، ما إمكانية ذلك والإطار؟ هل ربما تلقى من إشارات إمكانية أن تكون هذه الزيارة إيجابية وتنعكس على الواقع؟ السلام. نعم سيد سلام، الصوت مو واضح بالنسبة لي، ربما نعاود الاتصال بحضرتك في حالة تأمين الاتصال. مستمرون معكم في هذه النشرة مشاهدينا، حيث أقدم محتجون غاضبون على مهاجمة مكتب حركة امتداد في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وطبقا لمقاطع الفيديو التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي أن المحتجين أخرجوا آثاث ومحتويات المكتب وأضرموا النار فيه بعدما كتبوا على الجدران داخل بناية المكتب عبارة امتداد لا تمثل تشرين، موجهين رسالة إلى الأمين العام للحركة علاء الركابي بأن نواب امتداد الذين جاء بهم الركابي لا يمثلون تظاهرات تشرين. أشار النائب المستقل باسم خشان إلى أن المحكمة الاتحادية جردت وزير النفط من أهم مناصبه الذي هو رئيس شركة النفط الوطنية، وأكد خشان في مدونة أن هذا المنصب صمم ليبقى فيه الوزير بعد تشكيل الحكومة الجدية كي يستمر في عقد الصفقات الفاسدة وفق تعبيره، لافتا إلى أن قرار الاتحادية بإلغاء المنصب له تبعات قانونية لا تعد ولا تحصى ولن نسقط من بين الأصابع حبة منها. وبعد قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي نص على إلغاء تكليف وزير النفط حسان عبد الجبار بإدارة شركة النفط الوطنية، أصدرت محكمة تحقيق النزاهة أمرا موازيا باستقدام عبد الجبار. مصدر للرابعة قال أن أمر الاستقدام جاء على خلفية استغلال وزير النفط وأحد وكلاء الوزارة واثنين من المديرين العامين لوظائفهم والاستيلاء على قطعة أرض بمنطقة الداوودي في العاصمة بغداد تقدر ب 24 مليون دولار. أكدت اللجنة المالية النيابية أن الموازنة لا يمكن العمل بها أو إعدادها ما لم يتم تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحية. وذكر عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن متابعة اللجنة المالية إلى آليات الصرف ضمن قانون الأمن الغذائي متابعة ضعيفة جدا، وأن مجلس النواب كان شبه معطل خلال المدة السابقة، مشيرا إلى أنه في حال عدم وجود جلسات منظمة ومرتبة لا يكون هناك متابعة جدية وحقيقية. إذا مشاهدينا الكرام، بالعودة إلى الشأن السياسي وتحديدا مع عضو الإطار التنسيقي السيد سلام حسين، سيكون معنا عبر سكايب. أهلا بك مجددا سيد سلام. إذا أبدأ معك من الزيارة الثلاثية التي من الممكن أن تكون خلال الأيام المقبلة من قبل السيد الحلبوسي والعامري ونجرفان بارزاني إلى الحنانة، ما إمكانية أن تنعكس هذه الزيارة ربما بالإيجاب على أرض الواقع؟ هل ربما تسلم الإطار من إشارات إيجابية من الحنانة لقبول هذه الزيارة؟ تفضل. السلام عليكم وشكرا لكم ومشاهديكم وكل العام. أنا أقول مرة
واقع الحال هذه الزيارة يعول عليها الكثير، بل كل الشعب العراقي وليس اللجنة أو الإطار أو البرلمانيين، لكون الموضوع بات موضوعا يعني يحدق بالخطر بكل العملية السياسية، بل كل كيان العراق بأكمله. الأمال كبيرة لكون المتصدين كل منهم يمثل قطبا من أقطاب العملية السياسية ومن أقطاب البرلمان، يعني اللي حصلوا أرقام كبيرة، وهناك آمال بأن تكون النتائج إن شاء الله إيجابية، لكون الموضوع مفتوح لا زال لحد هذه اللحظة، حتى وإن اعتزل التيار الصدري الساحة السياسية، لكن يبقى لهذا التيار وزنه وقيمته، ويبقى له مسموعا ومحترما. الاتفاقات حاليا على أنه يعرضون على سماحة السيد مقتدى الصدر ما توصلوا له وما يمكنهم أن سماعه من سماحة السيد، لكون للسيد الكل يعلم أن للسيد يعني ثوابت، وهذه الثوابت تم مناقشتها من قبل كل الكيانات المشكلة للإطار، بل وحتى لائتلاف إدارة الدولة، هذا الائتلاف الجديد الذي ضم إلى الإطار مستقلين وشخصيات أخرى. إن شاء الله الآمال معقودة، وإن شاء الله سيصار إلى الوصول إلى عامل مشترك بحيث نضمن قبول التيار الصدري، وفي نفس الوقت نؤمن للعراق وللبلد حكومة كاملة الصلاحيات وبرلمان يشرع وموازنة ممكن إقرارها بعد كل هذا الانسداد وهذا التوقف الذي جعل المواطن العراقي يفكر بلقمة عيشه كيف ستكون غدا. إن شاء الله الأمل معقودة، وإن شاء الله الزيارة تبشر بخير، لكون الكل يحمل معه ليس شروطا. طيب على ماذا سيفاوض الإطار سيد سلام خلال زيارة الوفد؟ هل أنتم مستعدون في الإطار لاستبدال مرشحكم السيد السوداني بآخر، ربما مرشح تسوية، على اعتبار هناك إشارات واضحة من التيار برفض السيد السوداني؟ في الواقع قبول وتسمية السيد محمد الشياع السوداني ويعني البقاء عليه لحد هذه اللحظة هو ليس شرطا وليس لي ذراع أو فرض إرادة. في الواقع أن هذا الشخص يمتلك ماضي يعني مشرف من خلال تسنمه لعدة مناصب في الدولة، يعني بدأ من عضو مجلس بلدي إلى مجلس محافظة إلى محافظ إلى برلماني إلى وزير. هذا هو الذي يعني يجعل الإخوة في الإطار يتمسكون به. أما إن كان الموضوع قابل للتفاوض ويعني هناك آراء لسماحة السيد مقتدى الصدر، فإن الوفد المفاوض وفد يحمل صلاحيات، هذا الوفد سيستمع إلى 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 كل ما يطرح وتتم مناقشته، إن لم يكن في حينه فستتم مناقشته من خلال عقد اجتماع بعد عودة الوفد. القضية اليوم باتت قضية مصير وطن ومصير مواطن مصير شعب، ويجب على كل الأطراف وأنا أقولها وكل الشعب يقولها، أن يتنازل، وهذا لا يعتبر تنازلا من قبل جهة إلى حساب جهة أخرى، وإنما هو تنازل من أجل الوطن والمواطن. الموضوع اليوم يعني لا يرتبط بشخص، إما هذا الشخص وإما لا، الموضوع قابل للتفاوض، لكن بالمقابل يجب المجيء بشخص يحمل كفاءة أكثر ونزاهة أكثر. طيب سيد سلام، ربما حظوظ السيد الكاظمي خلال هذه الفترة ارتفعت، على اعتبار ربما هناك من حتى جهات داخل الإطار ربما ترجح هذا الموضوع بإمكانية إبقاء الكاظمي. سؤالي لك بشكل مختصر، هل تم بحث موضوعة إبقاء الكاظمي مع الشركاء السني وحتى الكردي على موضوع إبقاء الكاظمي مرة أخرى؟ موضوع الإبقاء على حكومة الكاظمي هو أصلا قضية غير مقبولة دستوريا، يعني حكومة تصريف أعمال لا يمكنها أن تبت بأي شيء. التجديد له مرة أخرى، التجديد لمرة أخرى، هذا موضوع يعني شبه مستحيل، لكون هذه الحكومة لم تثبت شيء من النجاح طيلة تشكيله لحد هذه اللحظة. ما الذي تغير في وضع البلد؟ فهذا الموضوع، ومع ذلك أستدرك وأقول أن الموضوع يستلزم عقد جلسة للبرلمان. إن لم يعقد البرلمان جلسته بحضور الأشخاص المؤثرة، فمثل هكذا مواضيع لا يمكن لا شخص مثلي ولا أي سياسي آخر
يمكن أن يبوت بها، لكون الموضوع هذا موضوع شعب وليس موضوع كتلة يعني كتلة أو حتى إذا كان إطار. اتضحت الصورة الأستاذ سلام حسين، كنت معنا عضو الإطار التنسيقي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. أكدت وزارة النقل إكمال 25% من مشاريع ميناء الفاو الكبير الذي كشف عن قرب الانتهاء من التصاميم الأولية للقناة الجافة التي تربطه بالموانئ التركية. وقال مدير شركة الموانئ فرحان الفرطوسي أن نسبة الإنجاز عالية جدا بمشاريع ميناء الفاو وتفوق 25% على الرغم من أن عمر المشروع 9 أشهر من 4 سنوات هي مدة إكماله، لافتا إلى أن المديرية ستزف قريبا بشائر انتهاء التصاميم الأولية للقناة الجافة العراقية أو طريق حرير العراق الذي يربط ميناء الفاو بالموانئ التركية. هذا كما بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي مع وفد شركة تيكنتالا الاستشارية الإيطالية مسودة الرؤية التصميمية الخاصة بتنفيذ مشروع الربط السككي والطريق البرية من جنوب العراق إلى شماله، ودعا الغزي إلى أهمية تحقيق التوازن ما بين الجوانب الخزمية والربحية للمشروع وأن يكون أفق التنفيذ مستجيبا لرؤية الدولة وأهدافها بشأن خلق فرص التنمية للمدن المستقبلية، مشددا على ضرورة الإسراع في إكمال التصاميم النهائية مشيدا في الوقت نفسه بجهود الشركة ورصانة عملها. عدة سنوات قضت وما يزال جسر الدلة في تكريت يشكو الإهمال والتلكؤ بسبب فساد القائمين على هذا الملف، فيما تؤكد دائرة الطرق والجسور في صلاح الدين أن الأحداث الأمنية وقلة التخصيصات المالية حالة دون إنجاز هذا المشروع. عشرات المليارات صرفت وسنوات مضت وجسر الدلة وسط تكريت لم ير النور. المشروع الذي انطلق العمل به منذ عام 2013 أصبح المعضلة الأبرز لأهالي المدينة بعد أن تسبب بهجرة أغلب المحال التجارية وأصحاب المنازل القريبين من المشروع نتيجة غلق المنافذ وانعدام حركة السير. يعتبر على طريق مهم وحي ورئيسي، شل حركة المركبات، شل الأسواق التجارية انعدمت الحركة بها بسبب هذا الجسر. هذا الجسر متوقف صار لأكثر من 11 سنة. نطالب الجهات المختصة وحكومة صلاح الدين بالإسراع بإنجازه لأنه يعتبر من المشاريع المهمة والحيوية. هذه المجسرات ومنها مجسر الدلة في تكريت هي أحد مشاريع الفشل والفساد التي تتوسط محافظة صلاح الدين أمام أنظار المسؤولين وأمام أنظار الحكومة العراقية. أجيال انتهت وأجيال تأتي وهذه الجسور لم تنتهي، يعني إلى متى؟ نسأل من الناشد، من الحكومة، وين النزاهة، وين القضاء، وين والله عم ما أدري. دائرة الطرق والجسور في صلاح الدين أكدت أن سبب تأخر إنجاز المشروع تتعلق بالأحداث الأمنية التي مرت بالمحافظة، إضافة إلى قلة التخصيصات المالية التي أثرت على مراحل العمل، موضحة أن المشروع تجاوز نسبة 50% من مراحل الإنجاز. السنوات السابقة أنه قلة التخصيص المالي وعدم تخصيص مبالغ مالية للشركة تلكأ العمل خلال السنوات الماضية. نسبة الإنجاز الحالية تجاوزت 60% بالمشروع، ونتأمل أنه خلال العام القادم يتم إنجاز المشروع. وينضم هذا المشروع الحيوي لسلسلة من المشاريع المتلكئة في صلاح الدين التي باتت ثقلا على المواطنين بدلا من منفعتهم. 10 أعوام مرت ولم تكن كافية لإنجاز مجسر الدلة وسط تكريت رغم صرف المليارات عليه، لتبقى معاناة المواطنين قائمة حتى إشعار آخر. محمد عادل، الربعية الرابعة، تكريت. أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل لجنة لتطوير وتأهيل مدينة الصدر، وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل لجنة تعمل على تطوير وتأهيل مدينة الصدر ووضع الخطط والرؤى الخاصة بهذا المشروع الحيوي والكبير، مؤكدا تخصيص مساحات خاصة بقطع الأراضي وتحويلها إلى الجهة المستفيدة المنفذة وهي أمانة بغداد والمباشرة بإعداد التصاميم لتطوير المدينة.
حالة من السخرية والانتقادات سادت الأوساط الشعبية في بغداد بسبب المظهر الأخير الذي ظهر به نصب كهرمانة وأنابيب المياه التي تخترق جرارها، الأمر الذي أجبر أمانة بغداد على غلق النصب وإعادة تأهيله. نصب كهرمانة من الأماكن المحببة للعراقيين ويشكل لوحة متكاملة بصورته الجميلة وسط خرير الماء، حيث تعرضت كهرمانة لحوادث سير كبيرة، ورغم ذكائها ودورها بإلقاء القبض على 40 لصاً بقصتها المأخوذة من ألف ليلة وليلة، إلا أنها لم تتمكن من رد حوادث التصادم لمركبات صدمت بالجرار وهدمتها في أكثر من مرة. العالم وين هسه وصل؟ النافورات على الأنغام الموسيقية صارت هسه على الضوء، صارت بحساسات. هسه احنا مسوي له يعني ما اعرف شنو، امين بغداد ما داريس، زين المحافظ ما داريس، زين ابو البلديه ما داريس على شيء متطور. زين هاي الدورات والبعثات اللي خارج العراق يروحون وندوات، ما شافوا من هاي الدول المجاوره انه شنو التطور مال اخر؟ عدم الاهتمام بهكذا رموز سوف تفقد قيمتها العليا، لانه هي ارث حضاري وارث لابد ان يحترم وان يؤسس وان ينتج ويصلح بشكل قيم. والله مع الاسف هذا موقف مخجل بصراحه. واذا هسه مثل ما تشوف هاي اللافته صيانه الجرار متضرر، هم لو بالهم يسوون صيانة كان من البداية قبل العالم تشوف يجون يجيبون هذا السياج ويقعدون يشتغلون ببطنه. لو ما البارحة الموضوع صعد شبه ترند زين بواقع التواصل الاجتماعي، ما كان أصلا فكروا بيهم، ما كان عارفوا شو ما كان. أمانة بغداد كان لها رد على الانتقادات، حيث أكدت أن أعمال الصيانة بالنصب ما زالت مستمرة، وأن الأنابيب التي نشرت هي لتعويض الأنابيب السابقة وصيانة الجرار التي تحطمت نتيجة الحادث. الضجة اللي ثارت حقيقة أنه على الأنابيب يعني، وكيف يتم عمل الأنابيب بهذا الشكل. بس تصحيح للمعلومة أنه هذه الأنابيب هي قديمة، فقط تعويض هذه الأنابيب اللي تلفت واللي تغذي الجرار بالمياه، سيتم تغطيتها بجرار اللي حاليا قيد الإنشاء. رمز كهرمانة لا يتجزأ من قلب بغداد النابض، رغم كل شيء تعرضت لحالة من السخرية والغضب بعد صور لها أثناء عملية إعادة إعمار الأضرار التي تعرضت لها جراء اصطدام مركبة بها. فمشهد الأنابيب الخضر عدها بعض المستائين من طريقة الإعمار استهانة برمزية هذا العمل الفني للنحات الكبير محمد غني حكمت. كهرمانة أو كهرمانة نجحت في كشف اللصوص وصبة الزيت الحار عليهم وهم يختبئون في الجرار التي تحيط بها، فهل ستنجح بصب زيتها على من أثقبها لمد أنابيب مياه بلاستيكية لتشويه رونقها وجعلها ضحوكة في مواقع التواصل الاجتماعي؟ من بغداد حيدر نصيف، قناة الرابعة. أمنياً، صدت القوات الأمنية تعرض لداعش الإرهابي في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين. وذكر بيان لمديرية الإعلام في سرايا السلام أن قواتها وضمن قاطع عمليات سامراء اشتبكت مع العناصر الإرهابية شمال شرق سامراء بمحافظة صلاح الدين خارج قاطع المسؤولية. في الأثناء ذكرت مصادر أمنية قوة أمنية وصلت لإسناد سرايا السلام وتمكنت من قتل أحد الإرهابيين ومطاردتهم نحو شرق تكريت. كشف النائب شيروان الدوبدراني أنه من المقرر إعادة 150 من عوائل داعش من مخيم الهول إلى مخيم جدعة بمحافظة نينوى اليوم. الدوبدراني أوضح أن مجموعة أفراد من هذه العوائل المقرر عودتها يبلغ 430 شخصاً، فيما أشار إلى أن عدد العراقيين في مخيم الهول يبلغ 30,000 من أصل 60 هم مجموع سكان المخيم، مؤكدا أنه من المقرر إعادتهم جميعا إلى العراق.
برصاصة طائشة انتهت حياة زينب أمام أنظار والدها، والسبب هو تدريب عسكري في مطار بغداد الدولي، إذ تتزامن هذه الحادثة مع مناشدات أهالي منطقة أبو غريب شمال العاصمة بإيجاد حل لمشكلتهم. برصاص ميدان الإطلاق الناري التابع للعمليات المشتركة في مطار بغداد الممطر دائما على سماء هذه المنطقة في أبو غريب، سقطت زينب بدم بارد وبطلقة نارية هشمت كبدها حينما كانت في الأرض الزراعية الملاصقة لمنزلها تعمل مع والدها، لتفارق الحياة بعد دقائق قليلة من الضربة التي تعرضت لها. تفاصيل الحادثة، أكو ميدان رمي هنا، الميدان رمي سبق وأن بلغنا الجهات الأمنية، وجدت الجهات الأمنية مشكورة، بس ما حد لبالنا طلب. بيوتنا تضررت، احنا تضررنا، حلالنا تضرر، نساءنا تضررت، آخر ما تبقى جد هاي البنية عام 2003 هم جت طلقة وهو واقف بباب بيته وهم كتلته، هسه بنت ابنه هم من ضربة طالعين على باب الله. القرى الريفية السكنية المحيطة بهذا الميدان سجلت أعدادا كثيرة من الضحايا والإصابات نتيجة إطلاق النار المستمر يوميا من ساعات الصباح المبكرة حتى منتصف الظهر لغرض التدريب، كما تصارح العمليات المشتركة أهالي المنطقة ردا على مخاطباتهم بإيقاف عواصف الرصاص العشوائية. احنا صار لنا 5 سنين نعاني من موضوع العمليات المشتركه مع الميدان الرمي، صار لنا 5 سنين يبدا يوميا موضوع الرمايه من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 12 الظهر. انطينا 14 حاله اصابه، وانطينا اول بارحه الشهيده زينب، وهذا بالارواح. ناهيك عن المواشي، احنا تعرف ناس اصحاب اراضي زراعيه، الناس محتاجه عليها. ما وصل اخر شيء انه انت علي من تشتكي؟ قلت له انا اشتكي على ميدان الرمي مطار بغداد، بس احنا اتفقنا انه ما يكتب اخي الشيء، هاي جهه مجهوله او اي جهه ما يكتب. وقع هنا، وقعت توقيع الثاني، انا شويه يعني تركيزي مو ذاك التركيز، بس الحمد لله وشكرا اكتب وهذا، فقريت اخي الشيء انه هو موجهه ضد جهه مجهوله. القضاء وضح المجهول في هذه الحادثة بأنه السبب وراء هذه الجريمة، بعدما تحرك والدها لتسجيل دعوى قضائية ضد الجهة المتسببة بقتل ابنتها، مطار بغداد تحديدا الذي اعتكف تماما عن النظر بتغيير اتجاه ميدان رمي الرصاص أو إيقاف تدريباته المقصية لأرواح سكنة هذه المنطقة وبشهادة أهلها. أحمد ليث، بغداد، الرابعة. في أخبارنا العربية والدولية، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن ملف ترسيم الحدود البحرية ما بين لبنان وإسرائيل يشهد تقدما كبيرا، جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكية أنتون بلينكين. وأضاف بيان لمكتب ميقاتي أن الجانبين عرضا مجمل الملفات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والكهرباء. بدوره أعلن بلينكين أن اللقاء مع ميقاتي كان مثمرا، حيث تمت مناقشة الحاجة إلى إجراء انتخابات رئاسية في الوقت المناسب وضرورة تنفيذ الإصلاحات لدعم الشعب اللبناني. اعتبر المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل ويربيغ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التعبئة العسكرية جزئيا بأنه يعكس نجاح أوكرانيا في ساحة المعركة. المتحدث أشار إلى أن تصريحات بوتين بشأن التعبئة مرتبطة بإمكانية مضي روسيا قدما في خطط إجراء ما وصفه باستفتاءات زائفة في المناطق الخاضعة لسيطرتها في أوكرانيا، وحتى في مناطق أوكرانية التي لا تخضع حاليا لسيطرتها، في انتهاك مباشر لسيادة كييف بحسب تعبيره، مضيفا أن روسيا تسارع لإجراء الاستفتاءات ردا على مكاسب أوكرانيا في ساحة المعركة.
مشاهدينا الكرام، ختام هذه النشرة نذكركم بأهم عناوينها. مواقف داعمة للعراق باجتماعات الأمم المتحدة، وبغداد وباريس تبحثان تفعيل مؤتمر بغداد الثاني. دولة القانون يستبعد تهميش التيار في تشكيل الحكومة، والديمقراطي يؤكد على توحيد المواقف قبل الذهاب للحنانة. في الدجيل مقتل إرهابي خلال صد تعرض داعشي وإعادة 150 من مهيم الهول إلى الجدعة. مشاهدينا الكرام، للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على موقع قناة الرابعة دوت تي في، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي دائما فيسبوك يوتيوب انستغرام تليجرام تويتر سناب شات وتيك توك. شكرا لكم على كرم المتابعة، إلى اللقاء. We'll be right back.